خير الزاق يا كريم يا الله يا الله. أسأل نفسي دائما، ما هو اللي فعلي يحيا في حياة من أجل يقتل؟ يا أمير أنا حاسس إني يحيا في خطر، غسان ما بيقدرش يفرق بينكم، محتمل يقتله. يحيا لحظة أمير يا ولدي، لا تخرج من تحت هكذا. شافلت ليش البيت والدنيا ما فيها. أنا تعذبت كثير، تيتمت وشقيت وانضربت، دعست وانسجنت. أنا قد خسرت أشياء كثيرة في حياتي، الدنيا بتعاملني كأنني غريب بالرغم أنني ما فعلت لها شيء حاجة. أي شيء يملكه تأخذه مني. أمير بن ناصر وخيزران، وانت عشان كذبة ما تغدى بها، والكذبة حقنا خلاص كمل. مريحيا الو، دحين معك اخ واخوات وام وقريه، انت حجي معنا القريه، لا تفكرش انك عاد ارتاح. امان الله تعبك، انا عاد اشتيك تجي معي يا نفتح السد.
اليوم برد يا يحيى برد، لكن شفع لك شاهين يدفيك صح. يا سلام يا سلام يا علوي. يلا سكب قلصي قبل قلصك. دائما عجل يا يحيى دائما عجل، اصبر خلي الشاي يطلع صح. الان تمام يلا. اليوم ادي لك قصيده يدفيك. يا سلام يا سلام يا علوي. اسكب قلص شاي ثانية، نزل القلص الأول. قلت لك دائما مستعجل يا يحيى، الشاي هذا مزاج، مزاج يا يحيى. كيف؟ اشرب الثلاثة مش عصير. يلا تدي أفعلني. وإذا ما قد تميت الشاي يا يحيى. ريحانة وصخر. ريحانة راقدة، صخر خرج. يو انسروا ما حاكانيش. اجلسي يما. كيف يخرج وما يحاكينيش؟ اكيد زعلتي. امانة يما خلي براحته. يا بنتي كيف خلي براحته؟ هو بني مثلكم. مشوي حيا يما، اللي ما كان يدخل ويخرج الا لو ما يحاكيش، ما يكل إلا على يدش. عمره ما شكى ولا بكى، يدخل ويخرج هو يضحك. كان لما يرقد تفقدنا كلنا. يلا الله يصبرنا ويعصم قلوبنا. آمين يا رب. الله يرحمك يا يحيى ويصبر كل قريب منك يا رب. زعلنا عليك وانت اكيد زعلت علينا على حالنا بعدك. شو من هنا؟ ما كملت كلامي لي يحيى. ما اقول شو من هنا؟ ليش بتفعل فينا هكذا؟ أنت بتعاقبني، أنت بتعاقب نفسك وتعاقب يحيى وتعاقب أمه وخواته. يحيى لكن إنه معه أخ. ما هو اللي تشتهي؟ أشتهي علوي، علوي حق زمان. وعلوي مات انتهى. أين سرت وابصر يحيى قدامي واسمع صوته وضحكته في آذاني؟ مسكين أمي فرحة بأمير وكأنه ابنها. وهو ابنها؟ لا، أمير غريب بكل شيء.
ما قال. ما عاد وش على وين اللي عرفه. بيقولون انك تشبه يحيى لكن انت ما تشبه الا في وجهك، حتى وجهك مدري كيف. كان يحيى يساعدني مش الماء يدبها الماء. يحيى مالك تغرب عليها كذا انها جابت عليك الاسم. اسمعي، من اليوم انتي ما بتحمليش الدبه نهائيا. انا شاكون احملها لش، وانتي الوحيده اللي شاسمح لش ان انتي تدعيني باسم يحيى. مدي لبنتي تصطبح. لا تتعبش نفسك يمه، عاد اقوم انا. من؟ من؟ امير؟ اميري؟ امير؟ ايوه. خوفتني عليك يا ابني. عيني عينك يا جميلة. وبعدها ما رجعتش للقرية؟ رجعني ابني. هيا هيا يا مر، هيا هيا نروح. أني روح السارق تقطع يده. ابني رجع لأمه وخواته وبيته. انعيسي. من هذه؟ هذه اللي سرقت أخي. بعد لشوش تجي إلى بيتي بعد كل الذي فعلتي. هيا 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 أميرة، يلا يلا نروح. جميلة خرجي من بيتي. ما ها وش قلت لك يا ما تفعلي شيء؟ الحمد لله يا بنتي، بين احس اليوم ان يدي احسن. حتى ولو لازم تفتهني وتجلسي ساعة الأميرة. وأنا أبدأ بنتي الغالية. السلام عليكم. كيف أنت يا عتيقة؟ أمه منو هذا؟ هذا مسعود الرياحمي أبوش يا سهام. إلى فين وصلنا يا عاتكة؟ من هو الذي وصلنا؟ مش أنت الذي وصلنا لهذا الحال؟ لا، أنتِ. مسعود، ارجع من حيث جيت. ابنش اللي بتقولي عليه خرج من عندك وهو ميت وحيي معي. أنتِ يا جميلة استغليتي تعبي وغياب زوجي وضعف ابني وسرقتي ابني وهربتي، والمرة هذا هتهربي لوحدش وابني هيجلس معي. الأم الحقيقية هي الذي ربت
سهرت وتعبت وعلمت وش الذي وهمت بس وما دراش اصلا انت بالوحام. خرجي خرجت نفسك. رجعي للسيارة. سرت سرت كيف بيفعلوا بي؟ بين اقول ارجعي للسيارة. والله من شنتي بسيطة يا جميلة. اجلس أنت جنب خالك، أنا عاد اجلس هنا. طلعي هنا. طلعي. أمير. صخر. من اليوم اسمي صخر. مانيش أمير. أنت مني يا أمير. الذي بينش وبينه مش موضوع طلاقه بس، ولا فلتنا بسبب السد ومشاكلنا مع الرياحنة. اللي فهمت من كلامه ان في شيء بينش وبينه ثاني. انتي انتي الشيء الوحيد اللي بيني وبين ابوش مسعود. لو كان بيدي ما كانت خرجت منها انا الا جثة. خلص يا سلمان. ما حسيتي ولا اليوم واحد انني عايش؟ وينو قلب الام اللي يتكلموا عليه؟ اللي ينبض عشان أولادها. مش وقت الكلام هذا. تكلمي يا أم يحيى. ياي سكوت، ولا خرجت بعد أمك؟ خشي افتح الباب. أنا داري إن أنتي ما بتحبينيش وتشي السدي الفراغ اللي داخلك بعد موت يحيى، بس اعرف اني مستحيل اكون بدل ناصر ويحيى. ما حد ياخذ مكان احد، كل واحد منكم له مكانه في قلبي. قصش يحيى وخواته كلكم غاليين علي. ريحان افتح الباب. ليتني مت ولا اوقع بيها هكذا. الله لا يقول. انا اشتي يدرك انت ليش بتحملني دم انا ماليش دخل فيه. انا لا ربعتك ولا ربيتك ولا كبرت امامي مثل اخوتك، فليش بتفعل بي هكذا؟ امي أسير بروحي ذا الحين ونادي جنن. مش هو طبيعي، مش هو طبيعي. حتى اسمه غيره قدو صخر. رد علي يا مسعود. ايش اقول لك؟ اقول لك اني بسرت بنتي اللي ما عرفتني، وعندما عرفتني ما قدرت تسلم علي.
أول مرة أحس إن أنا أب وإن بداخلي قلب. ولا ما دخلني دالحين ببنتك. أنا أشتي ولدي، ولدي الذي فلت كل شيء لجله. جميلة، أنتي مش أمه، وأمير كان مصيري يرجع اليوم أو غضوة. أنت داري ما بتقول؟ أنت أول واحد سكتته وديته ورشة زوجي. لا تستعيرني بزوجش، أنا وفيت معيش لحد هذا اللحظة. أيش أزيد أسوي؟ ليش أشتي ولدي أمير؟ وأخيرا لقيتك، وينك مختفي؟ مو ذا لقيتني. صح. سمعت انك من البيت للجامع بتقرا الفاتحة على روح المرحوم الغالي أمير. من فين تعرف أمير؟ فاجأت كيف عرفت؟ جاوب. بس أنت ولا فاهم شيء. تعال فهمني. ها توفيق، تمت العملية بنجاح. تسلم. يا مو لا تفتجعيش، أنا بخير. الله يشافيش ويعافيش يا بنتي. سلمى، سلمى. هاي أمّا. علوي طافي تليفونه، أكيد جالس عند الشجرة. يا بنتي اتصلي الراوية تحاكي بشير، يداعي علوي يجي يشيل أختش المستشفى. حاضر. سامحيني يا بنتي، سامحيني، نسيت مرضش وتعبش. طمني، كيف أم يحيى وكيف سلمى؟ موت يحيى كسر ظهرنا كلنا. تخيل كيف حيكون حال والدته. الله يصبرها. كان الله في عونكم. بس أنا مشيت متأخروا في علاج ريحانة، لأنه كل ما أخرتم العلاج ساءت حالتها أكثر. وهذا فعلا اللي حصل، ساءت حالتها، بس الحمد لله سعفناها في الوقت المناسب. الله يكون في عونها. اسمعني، الآن أم يحيى وبناتها ما بش معاهم بعد الله سند الله أنت. يحيى، من يوم ما عرفت نفسي وأنا بدون أب، لكن ما حسيت إني يتيمة أو وحيدة إلا بعد موت أخي يحيى. كان أبي وأخي وعمره ما حرمنا من حاجة، لكن الذي اشتيه الآن إني ألحق بأخي يحيى. لكن أنا ماشي شزيد على أمي حزن.
الله يهديك يا علوي. بس سلمى هما اينو رقم صخر؟ يما ما عجبش صخر اخوش وكلكم عندي سوا. هاتي انتبه لأختك وطمني عليها. الله يرضى عليك ويحفظك. طيب تمام. مع السلامة يا ولدي. معارف يحيى قليل في المدينة، وكان يحيى يتنقل ما بين مستشفى رشاد إلى فرن راجح. راجح كان واضح معنا في كل تصرفاته وتحركاته، بس يا فندم اللي مش واضح معنا هو السر علاقة راجح بيحيى. ما عجبتك زيارتي؟ مش على أساس كنت تجلس أنت ويحيى بالساعات؟ أيوه كنت أجلس أنا ويحيى بالساعات، لأنك أنت ما تعرف قصتي مع يحيى ومع أبوه. بعدين يحيى هو ابن ناصر المناوري وكان في مثابة ابني. هذا الشيء كان واضح. ناصر انقتل عشان يثبت براءتي، لكن يحيى ليش قتل؟ ما كانش يعرف احد ولا ما عداه مع احد.
ولهذا أنا جيت لعندك عشان أعرف كل شيء عن أبي واخي. أنصحك يا ولدي ابعد عني وابعد عن الرياحنة والمجاورة وخليك في حالك أفضل لك. وتشي تنتهي قضية يحيى مثل ما انتهت قضية أبوه. أنت السند الوحيد بعد الله لأمك خيزرة. خلي بالك من أمك ومن خواتك. أنا ما شخرجش من هنا ولا شافلتك إلا إذا عرفت كل شيء. الغريب هل من مجيب احنا السبب ولا الزمن اصبح غريب صرنا جروح للوقت واحزان السنين هل باقي روح الكره ولا للخلاف كم حلمي مات فينا ولا غير الحنين متفرقين حتى من الفرحة نخاف عمري الخلاص مكان بارود ورصاص كم من عيون تصرخ لنا العمر ضاع أولادنا رهن الضياع وكل يوم نخسر ويجرحنا وداع العمر ضاع أولادنا رهن الضياع وكل يوم نخسر ويجرحنا وداع تعود الحياة حتى تعود المياه إلى مغاني النفوس قبل الربا قبل الغروس والكل نفسه تطيب مثل المحب للحبيب نفتح طريق القلوب يسقينا سد الغيب